أهلا بكم مشاهدي ميسات نيوز، نقدم لحضراتكم جولة الأخبار لهذا اليوم، والبداية مع أهم العناوين. الرئيس محمد مرسي يلقي كلمة مصر في افتتاح القمة العربية 24 بالعاصمة القطرية الدوحة. رئيس الائتلاف السوري المعارض المستقيل معاذ الخطيب يؤكد أن مصير الأسلحة الكيميائية يحددها مؤتمر وطني سوري. مجلس الشورى يناقش اليوم مشروع قانون حق التظاهر السلمي من حيث المبدأ. وإليكم التفاصيل. انطلقت اليوم فعاليات القمة العربية 24 بالعاصمة القطرية الدوحة تحت شعار الأمة العربية الوضع الراهن وأفاق المستقبل، حيث يلقي الرئيس محمد مرسي كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة يحدد المواقف المصرية تجاه أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وتطوير وهيكلة الجامعة العربية والتكامل الاقتصادي العربي. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس على هامش زيارته للدوحة ممثل الجالية المصرية في قطر في إطار لقاءاته والمصريين في الخارج لبحث مشكلاتهم ووضع الحلول الملائمة لها وكيفية مساهمتهم في دعم الاقتصاد المصري. ومن جانبه اقترح أمير قطر في افتتاح قمة الدوحة اليوم إنشاء صندوق بمليار دولار لصالح القدس، وقدم 250 مليون دولار إلى هذا الصندوق. وقال الشيخ حمد بن خليفة الثاني أن القدس تواجه خطرا شديدا وعلى الدول العربية أن تبدأ تحركا سريعا وجادا في هذا الشأن، محذرا إسرائيل من تهويد القدس واستخدام القوة. واقترح آلفان عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة في أقرب فرصة ممكنة وبرئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة من يرغب من الدول العربية إلى جانب قيادتي فتح وحماس، وتكون مهمة هذه القمة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وفقا لخطوات عملية تنفيذية. الفخامة والسمو أصحاب المعالي والسعادة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدات والسادة، يسعدني باسم دولة قطر حكومة وشعبا أن أرحب بكم أجمل ترحيب، متمنيا لكم طيب الإقامة بين أهلكم وأخوانكم في الدوحة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى وهي مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فلا سلام إلا بحل هذه القضية حلاً عادلاً ودائماً وشاملاً يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفي سياق متصل أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور نبيل العربي أن بناء تكتل اقتصادي عربي حقيقي يتطلب إصلاحاً عميقاً لمنظومة العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وقال العربي في كلمة له بالقمة العربية: لقد أصبح من الضروري إجراء عملية مراجعة شاملة لميثاق جامعة الدول العربية الذي تمت صياغته عند نهاية الحرب العالمية الثانية في ظروف دولية وأقليمية لم تعد قائمة، بحيث تمكن الجامعة من الاطلاع بوظائفها التي تمليها عليها تحديات العصر بظروفه الدولية والإقليمية الحالية. أصحاب الفخامة والجلالة والسمو، أود أن أنتقل إلى المحور الأخير في كلماتي والمتعلق بتطوير جامعة الدول العربية وأجهزتها وآليات عملها، وذلك حتى تتمكن من ممارسة دورا فعلا في معالجة التحديات والمتغيرات الراهنة التي تواجه العالم العربي. فكما تعلمون تم تشكيل لجنة مستقلة رفيعة المستوى من شخصيات عربية ذات خبرة عالمية برئاسة معالي الوزير الأسبق السيد الأخضر الإبراهيمي، وقدمت هذه اللجنة مقترحات محددة لتطوير الجامعة العربية وآليات عملها، وبالفعل بدأ تنفيذ بعض الاقتراحات التي تدخل في إطار التكليف الذي أصدرته القمة العربية الأخيرة في بغداد للأمين العام، منها إعادة هيكلة قطاعات وإدارات الأمانة العامة
وإعادة توصيف الوظائف وتحديد المؤهلات المطلوبة لشغليها ومسؤولياتهم، والدفع بالصف الثاني إلى المواقع القيادية، وأحتزم التقدم ببعض الاقتراحات بهدف تشجيع استقطاب العناصر التي تتمتع بالكفاءة من الدول الأعضاء، ورفع مستوى الأداء الوظيفي للقوى البشرية بالأمانة العامة. وفي هذا الإطار تم تعيين مبعوثتين للأمين العام، الأولى لشؤون المجتمع المدني والثانية لشؤون الإغاثة الإنسانية والتطوير والإصلاح. كما تعلمون عملية مستمرة ولها أعباء مالية. كما أكد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري المعارض المستقيل أن الأسلحة الكيميائية السورية لا يمكن حلها إلا في إطار مؤتمر وطني سوري، وذلك خلال كلمته في القمة العربية بالدوحة. وأشار الخطيب إلى أن الثورة الثورية بدأت سلمية والنظام رد عليها بالسلاح، موضحا أن النظام السوري يحاول تفجير صراعات طائفية داخل البلاد. وقال الخطيب إن إعادة مقعد سوريا جزء من إعادة الشرعية التي حرم منها الشعب السوري. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية الشقيقة ونوابهم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإخوة والأخوات الضيوف، سلام الله عليكم ورحمته من شعب شجاع صار ربع سكانه مشرداً، ودخل 200,000 من أبنائه السجون، ودفع ثمناً لحريته قريباً من 100,000 شهيد، ودمرت بنيته التحتية على يدي نظام متوحش أرعن. سلام الله عليكم من شعب يذبح تحت أنظار العالم لمدة سنتين، ويقصف بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية، وما زالت بعض الحكومات تحك رأسها لتفكر ماذا تفعل. سلام الله عليكم من الشعب الوحيد في العالم الذي تقصف الطائرات الحربية فيه أفران الخبز ليخرج معجوناً بدماء الأطفال والنساء. سلام الله عليكم من الأرامل والأيتام، من المعذبين والمضطهدين، من الجرحى والمعاقين، من السجناء والمعتقلين، من المهاجرين والمشردين، من المجاهدين والمرابطين، من الشهداء الذين ترفرف أرواحهم في كل هذا العالم المسكين. سلام الله عليكم من شعب سيتابع طريق حريته ويملك من الإرادة ما يقوض به أكبر صنم في الأرض، ومن الحب ما يملأ العالم كله بالسكينة والدفء والحنان. وفي الشأن المحلي، قال دكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى إن المجلس سيناقش اليوم مشروع قانون حق التظاهر السلمي من حيث المبدأ. نتابع مزيد من التفاصيل مع حضراتكم في هذا التقرير. للتمييز بين التظاهر السلمي والمظاهرات التي هدفها إثارة الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد، أعلن الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن المجلس سيناقش مشروع قانون حق التظاهر السلمي من حيث المبدأ، مؤكداً أنه بعد مناقشة المشروع سيعود إلى اللجان المختصة لمناقشته وإعداد تقرير عنه، ثم يعرضه على المجلس لمناقشته مادة مادة، كما أنه سيطرح للحوار المجتمعي وعلى المختصين والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني قبل إقراره. اللجنة الخاصة المنبثقة من لجنة الشؤون العربية والأمن القومي وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أوضحت في تقريرها الأسباب التي دفعت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى الجلسة العامة لمجلس الشورى، ألا وهي أنه مشروع يعمل على منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلى العنف، كما يلزم الشرطة باستخدام الوسائل المتاحة دوليا، وأنه يساعد على منع إهدار الحقوق المتعلقة بأمن المواطن أو مصالحه. اللجنة أشارت في تقريرها إلى أنها شهدت اختلافاً في الآراء ما بين تأييد مناقشة القانون والاعتراض والمطالبة بتأجيل مناقشة القانون، حيث ذهب مؤيد المشروع إلى أن حق التظاهر كفلته المواثيق الدولية التي وافقت عليها مصر، والقانون من شأنه تنظيم هذا الحق من حيث أنه يحمي حق التظاهر ولا يمنعه، بينما تمثلت أسباب الاعتراض في أن حق التظاهر من مكتسبات الثورة، وأنه حق يكفله الدستور، وإن حل المشاكل من جذورها هو الكفيل بتنظيم التظاهر
وصعوبة تنفيذ القانون تكمن في ضوء الأعباء على جهاز الأمن. تجمع العشرات أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله اليوم للتنديد بقرار ضبط وإحضار 5 من النشطاء السياسيين على خلفية أحداث المقطم، وفي غضون ذلك رفض الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الإدلاء بأي أقوال قدام المستشار حازم صلاح رئيس النيابة للمكتب الفني للنائب العام، وطالب بندب قاضي تحقيق في استجوابه عن التهم المنسوبة إليه. كان النائب العام قد أمر بضبطه وآخرين للتحقيق معهم في البلاغات المقدمة ضدهم من بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يتهمونهم فيها بالتحريض على التعدي على جماعة الإخوان المسلمين والتظاهر أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم. أعرب نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة عن استنكارهم قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام الهيئة بالحصول على موافقة رئاسة الجمهورية على الطعن ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب. وذكر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة في بيان له أن قرار المحكمة الإدارية العليا هو سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ القضاء ويمثل مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون. وقال المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة النادي إن هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة تباشر الإنابة القضائية عن الدولة وليس بموجب توكيل من أحد. قال المستشار إيهاب فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مؤسسة الرئاسة تعيد تأكيد موقفها بشأن إدانة واستنكار أي أعمال عنف أو تعد على أمن وحرية المواطنين أو على الممتلكات العامة والخاصة مهما كان مصدرها أو دوافعها. وأوضح المستشار إيهاب فهمي في تصريح له اليوم أن رئاسة الجمهورية تؤكد على جانب آخر أن حق حرية التعبير والتظاهر السلميين مكفول للجميع بموجب الدستور والقانون. أكد دكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بجهودها كافة لتحقيق أهداف التنمية في مختلف المجالات، مشيرا إلى الاستمرار في مسيرة التنمية وتحقيق أمال الشعب المصري. جاء ذلك خلال افتتاح دكتور هشام قنديل اليوم المرحلة الأولى لمشروع جراج الدراسة المتعدد الطوابق في حضور محافظ القاهرة ووزير الآثار. أكد قنديل أن افتتاح المشروع اليوم هو رسالة واضحة لاستعادة الأمن والاستقرار للبلاد ودعم دور الشرطة في مكافحة الفوضى والاستمرار في مسيرة التنمية، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات في الفترة المقبلة. وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع الذي يبلغ سعته 600 سيارة سيعمل على حل مشكلة التكدس. لسنا فقط عازمون على إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد ودعم الشرطة ومكافحة البلطجة ومكافحة الفوضى، ولكن أيضا الاستمرار في مسيرة التنمية وتحقيق أمال الشعب. تنمية في كل المجالات، افتتحنا عديد من المشروعات سابقا، أحد المشروعات الهامة نفتتحها اليوم، هناك مشروعات أخرى نفتتحها في المستقبل إن شاء الله. هذه الحكومة تعمل بكل جد واجتهاد لتحقيق أهداف التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار. وإلى أخبار الاقتصاد، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي لمؤشراتها الأربعة ليخسر رأس مالها السوقي نحو 5,400,000,000 جنيه. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.95%، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.58%. كما سجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والأكثر انتشارا تراجعا بنسبة 2.11%. وإلى الشأن السوري، قال حلف الناتو إنه لن يتدخل في سوريا، وذلك في أول رد على دعوة رئيس الائتلاف السوري المستقيل أحمد معاذ الخطيب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى مد مظلة صواريخ باتريوت في المناطق الشمالية من البلاد. ميدانيا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد
استعادت السيطرة الكاملة على حي باب عمرو في مدينة حمص. وذكر المرصد في بيان اليوم أن عملية إعادة السيطرة على حي باب عمرو من قبل قوات الأسد جاءت بعد أكثر من أسبوعين من اقتحام مقاتلين في عدة كتائب مقاتلة للحي المذكور. من ناحية أخرى، ذكرت الشبكة السورية مقتل 74 شخصاً بنيران قوات الأمن، معظمهم بدير الزور ودرعا. وإلى أخبارنا الرياضية، يخوض المنتخب الوطني في 7 مساء اليوم اختبارا صعبا عندما يستضيف منتخب زيمبابوي باستاد برج العرب في الجولة 3 للمجموعة 7 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل. ويسعى المنتخب الوطني بقيادة الأمريكي بوب برادلي إلى تحقيق الفوز وتأكيد صدارة المجموعة التي يحتل الفراعنة قمتها برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن غينيا صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط. في المقابل، يدخل منتخب زيمبابوي المباراة ساعيا إلى حصد النقاط 3 من أجل إنعاش أماله في المنافسة على حصد البطاقة الوحيدة المؤهلة للمرحلة الأخيرة من التصفيات. يلتقي في 6 مساء اليوم منتخب الشباب ونظيره النيجيري في الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليا بالجزائر. كان منتخب الشباب قد صعد إلى الدور قبل النهائي بعد احتلاله قمة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بالفوز على غانا بهدفين مقابل هدف، كما فاز على الجزائر وبنين. وطالب المدير الفني للمنتخب ربيع ياسين لاعبيه بالتركيز في هذه المباراة والبعد عن أي مؤثرات خارجية. في المقابل، يخوض منتخب نيجيريا المباراة وسط معنويات عالية بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم ضمان المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب المقرر إقامتها بتركيا الصيف المقبل. وإلى نشرتنا الجوية، ونستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس غدا كما يتوقعها خبراء الأرصاد الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة بنحو ملحوظ على أغلب أنحاء البلاد ليسود طقس ربيعي معتدل شمالا مائل إلى الحرارة جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس. وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظمى غدا. في القاهرة الصغرى 13 العظمى 26، وادي النطرون 11-22، الإسكندرية 11-22، مطروح 12-20، طنطا 14-25، المنصورة 11-27، دمياط 14-23، بورسعيد 14-23، الإسماعيلية 9-26، السويس 10-26، سانت كاترين 25، شرم الشيخ 16-31، الغردقة 14-30، المنيا 10-29، أسيوط 11-30، سوهاج 12-31، قنا 14-31، الأقصر 15-32، وفي أسوان الصغرى 17 العظمى 32. وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، غدا يتجدد لقاؤنا معكم ونلقاكم بكل خير.